واحد بيقول ما رأي حضرتك في الحب أثناء فترة الجامعة؟ هو عمارة الحب عايزة تفسير. هل كل حب حب ولا حب هو شهوة؟ الذي يحب فتاة زميلة لي في الجامعة لا يضيع سمعتها بانه يلح عليها ويكلمها ويخلي الناس تظن ان في علاقة بينه وبينها ودي تعرقل مستقبلها. فاللي يحب واحدة يحرص على سمعتها، واللي يحب زميلة في الجامعة لا يشغلها بهذه العواطف بحيث انها تنشغل وما تفكرش وتسأل ويبقى هذا الحب ضيعها. لما تحب حد تحب له الخير، دي نقطة. النقطة الثانية، هل هذا الحب هو للتسلية والمتعة ام للزواج؟ واذا كان للزواج كيف ان التلميذ لسه في الجامعة لا تخرج ولا خد شهادة ولا توظف ولا اصبح ليه بيت ولا مرتب، هيتجوز ازاي؟ ده فاحسن تفرق بين الصداقة والحب المتورط اللي من هذا النوع.